بابا شكلك كثير حبيبة هاي السيجارة، احكي لي شو فيها؟ شوف يا سامر كيف عم بتقاتل كريات الدم الحمراء اللي بتحمل الأكسجين للجسم وبتحملها ثاني أكسيد الكربون، ومش بس هيك بتضيق شرايين القلب وبتخربهم عشان القلب يضل ضعيف ومريض. لقد تمت السيطرة الكاملة على الدماغ. حلو الفيديو ده، جميل لأنه بيخاطب الولاد الصغيرين يعني بلغة الشباب، الولاد اللي هم 12 سنة 10 سنين. الابن بيسأل أبوه السجارة بتعمل إيه؟ قالت السجارة ردت عليه علميا، ردت فعلا بتضيق شرايين القلب، بتأثر على من أهم مسببات المدخنين، من أهم الناس اللي بيتعرضوا للذبحات الصدرية. والذبحات الصدرية على فكرة يعني قصة مثيرة جدا جدا، وقصة في منتهى الخطورة. التأثر الشرايين التاجية ده شيء في منتهى القسوة، لأنه أولا تأثر الشرايين التاجية واحد من أسباب الموت المهمة جدا في المجتمع المصري. ولو احنا بصينا للفيديو ده يعني ده الراجل يتوفر فيه عوامل الإصابة بالشرايين التاجية، وزن زايد، شكله من قاعد بيلعب كورة، كان بيلعب كورة بشكل مقاول يعني مشرف بناء، وراح يلعب مع زمايله أو الناس اللي بيشتغلوا معاه، بيعرض نفسه فجأة إلى جهد بدني، شرايين التاجية ما تستحملش، ضغط الدم بيعلى، شرايين التاجية بيبدأ يترسب الكوليسترول ويقفل الشرايين التاجية ويصاب بأزمة قلبية. في ناس كتير جدا في مباريات كرة القدم ممكن يفقدوا حياتهم، وخصوصا لما بيكون مش مؤهل إنه يلعب ماتش كورة، حتى لو لعيب كورة، حتى لو لعيب كورة. برضو ده مهم للغاية، شوف الماسكة بتاعت الكتف الشمال والألم لما يجي مع صعوبة النفس وخلاص هيبدأ يفقد الوعي، ودي جلطة القلب لازم يكون عندنا احنا كمان كشعب وعي بيها، ان اول ما انسان يبدأ يظهر عليه هذه الأعراض ينقل مباشرة المستشفى بأسرع طريقة ممكنة. يعني لو في عربية هتنقله، عربية عادية تنقله قبل ما نتصل بالإسعاف، والإسعاف يجيلنا لو احنا بعيد ممكن يكون الأمر في مبالغة أو في خطورة على الإنسان. ساعات نلجأ بقى إلى أنه احنا نعالج الشرايين التاجية قبل ما يوصل لهذه المرحلة، أنه يوصل لمرحلة الجلطة، أو دي ممكن تكون ذبحة. أول ما يحس بالذبحة طب هنعالجه إزاي؟ في قصة مثيرة جدا النهاردة عن كلمة اسمها أسطرة، أسطرة القلب. ناس كتير على فكره بيجي لهم اعراض الذبحه الصدريه او بيتعرضوا لمشاكل في الشرايين التاجيه، وتنصح او ينصح العائله بانه يعمل قسطره تشخيصيه او حتى علاجيه، ويتردد خوفا من شيء اصبح سهل جدا متقدم للغايه اسمه القسطره القلبيه. النهارده هنفهم هذا المعنى المهم جدا ونعيش في واحده من اهم البرانشات الطبيه واكثرها شعبيه. القلب عندما يتحدث ينصت الجميع، يتفوق على كل برانشات الطب. القلب هو رقم واحد في المتابعة، كل الشعب بيتابعه، النساء الستات بيتابعها، الجلدية البنات بيتابعها أكتر، التجميل البنات أكتر وشوية رجالة، القلب الكل صغيرين وكبار، عشرينات تلاتينات خمسينات ستينات كله بيستمع للقلب. والقلب مهم جدا النهاردة، فرصة كبيرة لأنه اسم كبير واسم متميز للغاية في عالم القلب، سيحدثنا بأسلوبه الرائع وأداءه العلمي الدقيق للغاية. ضيف العزيز هو واحد من المتميزين للغاية في عالم القلب، ضيفي هو الأستاذ الدكتور ياسر صادق، صاحب دكتوراه أمراض القلب والأوعية الدموية، استشاري القلب والأوعية الدموية ومن كلية الطب جامعة عين شمس، ومدرس أمراض القلب بكلية الطب، عضو كلية القلب الأمريكية والأوروبية، خبير علاج صمامات القلب بالأسرة، الاسم الكبير في هذا المجال. أهلا بيك يا دكتور ياسر. أهلا بيك يا دكتور أيمن، نورنا ويعني مفتقدين وجودك معنا كالعادة، القلب نادر الظهور. أنا مبسوط أكتر إن أنا معاكم النهاردة، وإن شاء الله تبقى حلقة مميزة زي ما يعني أنت عودتنا دايما بأسئلتك الشيقة اللي بتحاول تسيرها في الحلقة. لا اللي أنت عودتنا أنت بأدائك الفني العلمي المتميز للغاية. خلينا أبدأ من منطقة مثيرة، مش هبدأ بالكلاسيكي، أنا هبدأ لو ما معنى أسطرة القلب؟ ليه بنلجأ لأسطرة القلب؟
تمام. زي ما حضرتك شفت في الفيديو كده واشرت ليه انه ساعات بيحصل قصور في شنية التاجية. القصور ده ممكن يكون قصور بنسميه يؤدي لذبحة صدرية مستقرة او ذبحة صدرية غير مستقرة، والذبحة الصدرية غير مستقرة تؤدي الى جلطات القلب. الحقيقة فضلنا فترة طويلة جدا نعاني من موت الفجأة، sudden cardiac death. أعوذ بالله من اللي خلى العلماء أجانب يفكروا انه شرايين التاجية دي لابد ان يكون ليها حل. وابتدى الشغل ده من السبعينات انه يدوروا على حاجة توصل لهذه الشرايين. وكان اول عالم اخترع القصة دي عمل الأسطرة على نفسه انه تتبع مجرى شريان عشان يوصل لشرايين القلب اللي بتغذي عضلة القلب، ويوصل ليها الشرايين التاجية. وابتدى العلم يتطور لغاية ما اتعملت الأسطرة وتم اختراع الدعامات. القصة كلها انه الدم مش وصل له دم كفاية عشان يؤدي وظيفته اللي هو المفروض انه يضخ القلب لبقية الجسم كله. فبيبتدي يعبر عن ده بالذبحة الصدرية. تختلف من واحد للتاني. تمام. ممكن يكون ذبحة صدرية مستقرة. يعني ذبحة صدرية مستقرة يعني انا لما ببذل مجهود زيادة اكتر من المعتاد بتاعي ابتدي اشعر باعراض الذبحة. فعشان كده طلعت الأسطرة. الأسطرة القلبية هي مدخل صغير يتم فيه فتحة للشريان الفخذي او شريان اليد، تمام، للوصول الى الشريان التاجي للقلب. ده يعني بمفهوم بسيط جدا هنعيش وهندخل في القلب الموضوع. تمام. لكن عايز اقول ايه اللي يخلي انسان يعمل قسطرة؟ الاسباب. تمام. عندنا حاجات حالا يعني لازم العيان يخش القسطرة دلوقتي جمعية القلب الاوروبية، جمعية القلب الامريكية، أشياء يعني نجد كل ناس أنه في أول 60 دقيقة لابد أن المريض من الأعراض وأنه تشخص عنده جلطة في القلب أو ذبحة صدرية غير مستقرة أنه يخش القسطرة في خلال 60 دقيقة ماكس من 120 دقيقة. حد أقصى 120 دقيقة. لو العيان وصل في الوقت ده بنسميه الوقت الذهبي، بمعنى أنه أنا بقلل تليف عضلة القلب، بقلل ضعف عضلة القلب اللي ممكن ينتج من الجلطة. تمام. المريض امتى يلجأ للقسطرة من غير الحاجات دي؟ ده سؤال مهم جدا وكل الناس بتسأله، انا امتى اعمل قسطرة؟ الحقيقة انت لو بتشتكي من اعراض، هذه الاعراض بتجيلك مع بذل مجهود زيادة، مثلا طالع الدور الرابع، طالع الدور الخامس، او لما بتمشي فترة طويلة جدا، او لما بتعمل مجهود جري يبتدي يجيلك وجع في صدرك وبيسمع في دراعك الشمال، يطلع على منطقه الرقبه، ساعتها لازم استشير الطبيب. وبعد ما استشير الطبيب في شويه اجراءات بتتعمل. الاجراءات دي كلها لو طلعت ان هي موجبه، تمام، لازم اتوجه ان انا اعمل قسطره قلبيه. ايه هي الحاجات المهمه دي؟ ممكن تكون موجات صوتيه على القلب، رسم القلب العادي ممكن يبين، ثم موجات صوتيه على القلب. والحاجة المهمة جدا في الناس اللي هم يقدروا يعملوها اللي هو رسم القلب مجهود. طب لو انا مريض مش هيقدر يعمل، مش هيقدر يجري. تمام. ساعات بيبقى في ناس تخين شوية، عنده مشاكل في الركبة وبيجيله الألم ويقول لك ما اقدرش اعمل رسم المجهود، ساعتها بنختار له حاجة بديلة زي مثلا يعمل موجات صوتية بالمجهود الدوائي للكشف عن قصور الشريان التاجية. اول حاجه الحديثه دلوقتي اللي في مصر بقت منتشره جدا وكمان الاجهزه بتاعتها بقت حديثه جدا هو الاشعه المقطعيه. ممكن يعمل اشعه مقطعيه، تمام، لتصوير الشرايين التاجيه. بس الحقيقه مش كل المرضى يروح يعملوا اشعه مقطعيه. احنا بنقول المرضى اللي هو غير واضح فيهم قصور الشرايين التاجيه، لان يعني قصور الشرايين التاجيه ممكن يكون حاجه محتاج ان انا اعمل قسطره دلوقتي، وممكن يكون حاجه احتاج اعمل لها فحوصات عشان استنتجها واثبتها عشان اضطر اعمل للمريض قسطره. ماذا يحدث للشريان في القلب؟ ايه اللي بيحصل؟ الشريان بيحصل له انه طبعا عوامل كتيره قوي، تدخين، ضغط، سكر، دهون، اكل جانك فود بقى اللي هو كل الوجبات السريعه، تبتدي تزود كمية الكوليسترول في الدم. الكوليسترول ده يروح يترسب على الشرايين، على الجدار بتاع الشرايين من جوه. يبتدي يترسب زي ما حضرتك شايفين كده، يبتدي يترسب. ده بيخلي السطح بتاع الشريان خشن، ما يخلوش ناعم زي ما ربنا خلقه. فيبتدي كرات الدم وهي راح تغذي القلب، تبتدي كرات الدم دي تلاقي سطح خشن، تبتدي تتكون عليه. مع مرور الوقت 6 شهور سنة حسب بقى يبتدي يتسد الشريان خالص. اول ما يتسد الشريان خالص او يبقى شبه منسد يبتدي يعمل الذبحه الصدريه
من تتراوح بقى من مستقره لغير مستقره او لجلطه في القلب والعياذ بالله. قال هذه يعني جلطه في القلب، اذا هناك حته من القلب ماتت، حته من القلب ماتت لو ما اتلحقتش في اول 120 دقيقه. والحقيقه دلوقتي في مشروع كبير جدا العالم كله متبنيه، حاجه اسمها دعامه الحياه. وده بالاشتراك دلوقتي يعني وزاره الصحه المصريه مشتركه مع منظمه الصحه العالميه وجمعيه القلب الاوروبيه لتوفير الدعامات دي لكل المرضى في كل المستشفيات. تمام، انه الحق اخش احط له دعامه لفتح الشريان عشان اتفادى تليف عضله القلب الحريق قلت عليه. دي شرايين القلب، دي شرايين القلب، هم ثلاث شرايين رئيسيه. الثلاث شرايين الرئيسيه دول اثنين في الناحيه الشمال وواحد في الناحيه اليمين، مسؤولين عن تغذيه عضله القلب. وزي ما حضرتك شايف كده، ده الترسب اللي بيحصل بعد الاصفر ده هو الكوليسترول اللي بيترسب على جدار الشريان، والاحمر ده كرات الدم وهي معديه. تبتدي تلاقي الدنيا مش ما تعودتش انها تلاقي الطريق ده كده، فيبتدي يترسب لغايه ما تحصل الذبحه الصدريه ويحصل الالم والى اخره. في سؤالين، السؤال عايز اقرب للناس فكره امتى يعمل قسطره قلب، امتى نقول، امتى اقول لانسان، عشان برضو انت عارف احنا طبعا هنا في مصر بسبب السوشيال ميديا على فكرة بدأوا يخلقوا عند الجمهور المصري الأعداء البلد، عدم ثقة متبادلة بين الفروع الناس وبعضها، بين الأطباء والمرضى، بين ضباط الشرطة والمرضى، بين بكلمك جد بين المحامين والموكلين، عشان نفسخ المجتمع، هو ده نوع من تفسيخ المجتمع يعني تفريقته. فمن ضمن الحاجات ان المريض يقول لك ايه بدأوا ده قال يعمل قسطرة، ما هو كل دكاترة القلب بيقولوا يلا نعمل قسطرة، فامتى المريض علميا يبقى فاهم ان ده مطلوب، وايه اللخبطة اللي عند الناس ما بين القسطرة التشخيصية والقسطرة العلاجية؟ دول النقطتين اللي عايز افهمها. حلو قوي. مريض عنده ذبحة صدرية غير مستقرة او جلطة، ده بره الحسابات، بمعنى ان ده لازم يعمل قسطرة. ايه تشخيصه؟ تشخيصه بحاجتين. تمام. اول حاجه بتغيرات في رسم القلب حاده، يعني انا قاعد في البيت او بعمل اي مجهود جالي الم شديد في الصدر، رحت توجهت لاقرب طوارئ في مستشفى عملوا لي رسم قلب طلع ان في تغيرات حاده، هذه التغيرات اتاكدت بعمل تحليل اسمه انزيمات القلب. اول ما عمل تحليل انزيمات القلب ده يعلى يبقى ده لازم يخش القسطره حالا. لكن هو المشكله اللي حضرتك بتقول عليها دي فعلا هي اللي بتخلق الازمه والثقه، هي موضوع ذبحات الصدريه المستقره، وانه مريض بيحس بألم، الألم ده لازم يكون ألم بتاع ذبحة صدرية، لأن الحقيقة مش كل ألم يجي في الصدر هو ألم ذبحة صدرية، احنا عندنا حوالي 12 تشخيص للألام اللي بتيجي في الصدر. إمتى المريض يقول أو نقول له أنت محتاج قسطرة شخصية؟ لازم في إجراء فحوصات لازم تتعمل الأول. الفحوصات دي عبارة عن أول حاجة أخذ تاريخ مرضي من المريض. هل المريض ده عنده تاريخ وراثي في العيلة ولا لأ؟ بابا مامته، وهل فعلا عندهم حد عنده في مشكله في شرايينه؟ حاجه تانية، عنده سكر ولا لا؟ مدخن ولا لا؟ عنده ارتفاع في ضغط الدم ولا لا؟ كل ده هيخليني عندي مفاتيح هيخليني اوصل بسرعه المريض ده محتاج يعمل قسطره ولا لا. حاجه بعد كده ابتدي اوجهه لو سمحت اعمل لي رسم قلب عادي. رسم القلب العادي في 99% من المرضى ده ما بيبينش اي حاجه، وده طبعا مفهوم خاطئ. تمام، ان انا رسم القلب بتاعي كويس، لا، انت حضرتك لازم تعمل رسم قلب وحضرتك بتبذل مجهود. فلازم يروح يعمل رسم قلب مجهود بالمجهود، ولازم يجري ال 15 دقيقه كلهم. تمام، اللي هم بتوع رسم قلب، لان انا ممكن اجري 10 دقائق وما وصلتش لاقصى المجهود بتاعي اللي يخليني اشتكي من الام في الصدر. فلما يعمله بالصوره دي يطلع، لو طلع ان هو في اشتباه ساعتها وطلع ان التغيرات قويه بتاعت رسم المجهود، ساعتها يتوجه لعمل قسطره. ممكن الموجات الصوتيه اللي على القلب ممكن تبين ان في كسور في النتاجيه، ساعتها اتوجه ان انا للدكتور. والحقيقه مش كل المرضى دول هم لازم تعملوا بقسطره برضو. يعني في مرضى لازم نقسمهم، مرضى يمشوا على علاج دوائي، والعلاج الدوائي ده متبع في العالم كله، لكن في مرضى لازم اقول له دكتور القلب يقول له روح اعمل قسطره. طبعا هو لو عايز يوصل للنتيجه دي هيوصل لها باجراء كل الحاجه دي، لكن الحقيقه انا لا انصح انه مريض يشتكي من وجع في صدره يروح للطبيب يعمل له رسم قلب عادي ويقول له انت محتاج قسطره دلوقتي. هذا يعني لا يجوز ومش صحيح، لازم نعمل شويه فحوصات الاول عشان نوصل
قرار إجراء الأسطرة. عظيم. هبدأ أتكلم على هل الأسطرة تشخص فقط مشاكل القلب ولا تشخص مشاكل تانية؟ هي تشخص وتعالج. بمعنى ودلوقتي الأسطرة كلها كلها يعني بتتعمل من فتحة واحدة سواء كان من الفخذ أو من اليد بمدخل واحد. هذا المدخل أقدر أعمل منه الأسطرة التشخيصية وأقدر أعمل منه الأسطرة العلاجية. والحقيقة إحنا كمان يعني في الجامعة وفي معهد القلب كلنا جالنا توجيهات من الرئاسة إنه كان زمان بيطلع القرار بعمل أسطرة تشخيصية ثم الانتظار لعمل أسطرة العلاجية. الحقيقة لسه قرار من يومين بتوجهات من السيد الرئيس بعمل القرار واحد بس. يعني أنا دلوقتي أقدر أروح أعمل أسطرة وللناس اللي هم بيعملوا تبع نفق الدولة أعمل أسطرة وأعمل كمان الدعام. ده ليه القصة دي بتوفر على المريض. المريض مش عايز بحبي يخش الأسطرة مرتين. هو عايز هي تبقى مرة واحدة. فأخش أشخص وبعد التشخيص بياخد حوالي 5 دقايق لإجراء الأسطرة ثم أعالجه. والدعامة لو هو شريان واحد مش هتاخد أكتر من نص ساعة. والحقيقة الأسطرة بعديها بيعيش حياة طبيعية عادي خالص مفيش أي مشكلة. إيجابي جدا أنه يكون في قرار من الرئاسة بتصحيح أمر كان بيحدث بشكل خاطئ علميا. لأنه لو المريض اتعمل له أسطرة شخصية واتضح أنه يحتاج دعامة كان هينتظر قرار آخر. لا هنا احنا كده خلاص لو يحتاج هيتعمل بالضبط. شيء رائع جدا. لكن خلينا نقف عند ازاي بتتم الأسطرة. في ناس كتير عندها تخوف منها. تمام. الأسطرة فضلت لفترة طويلة جدا تتعمل من عن طريق الشريان الفخذي. والحقيقة الشريان الفخذي ليه مشاكل نقولها ان شاء الله بعدين. لكن الشريان الفخذي بيتم من مدخل. هذا المدخل يفضل ماشي في الشريان لغاية ما يوصل للشريان الأورطي ونصور بالشرايين التاجية للقلب لغاية ما تم استبداله بالحركة شايفه ده. تمام. ده أسطرة بتتم. ده المدخل اللي هو الأخضر ده. ده مدخل في شريان اليد. تمام. بيخش بإجراء مخدر موضعي حقيقة غير مؤلمة تماما. تدي الأسطرة تخش لغاية ما توصل للشريان التاجية للقلب لأنه الشريان بتاع اليد موصل لشريان أكبر لغاية ما بنوصل للشريان الأورطي اللي هو بدوره خارج منه شرايين التاجية للقلب زي ما حضرتك شايف كده. ونبتدي نصور الشرايين دي. ده إجراء الأسطرة الشخصية. حقيقة الأسطرة من عن طريق اليد سهلة بسيطة. المريض يقدر يروح لو عمل أسطرة شخصية بس يقدر يروح بعد نص ساعة البيت. لو عمل أسطرة علاجية يقدر يروح بعد 4 ساعات البيت. قفزت الأسطرة التشخيصية أو العلاجية من اليد قفزة رائعة جدا. بالظبط. والحقيقة شايفه ده مكان غلق الأسطرة حاجة شفافة جدا. المريض أصلا لو مش عايز حتى يستنى وقت خالص ممكن يروح بدي بيبقى شايف من تحتها المدخل بتاع الأسطرة وبنقول له في البيت فكها بعد نص ساعة ما فيش مشكلة. السؤال برضو المصري الأصيل هل هناك مخاطر للأسطرة؟ تمام. المخاطر الأسطرة الحقيقة كانت كتيرة جدا مع بداية خبرات الناس بإجراء الأسطرة. لكن دلوقتي بقى في ناس مدربين كتير جدا بقى في الأسطرة ممكن تتم من على طريق اليد. فكان مشكلة الفخذ دايما ومشاكله انه بيعمل نزيف. وكان الحقيقة نسبة النزيف من الأسطرة كانت توصل ل 15%. وكان حقيقة نزيف مميت. لما ابتدت الأسطرة من على طريق اليد ابتدى موضوع النزيف ده يقل خالص. كان زمان بسبب انه الماتيريالز المواد بتاعه الأسطرة كانت رديئة شوية فكان ممكن يحصل لا قدر الله جلطة في المخ او كده. الحقيقة الحاجات دي ما بقاش نشوفها خالص مع تقدم العلم والمواد اللي بقينا نعمل بيها الأسطرة او الماتيريالز اللي بقينا نعمل بيها الأسطرة بقت كويسة جدا كواليتي عالية جدا. فمخاطر الأسطرة قلت بشكل رهيب او بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة بعد اكتشاف والأسطرة عن طريق اليد. وبقى هو ده الستاندرد هو ده الطبيعي ان الأسطرة تتعمل عن طريق اليد. الناس بقوا مدربين كتيرة جدا في مصر بقينا نعملها تاخدش اكتر من 5 دقايق التشخيصية علاجية بتاخد ساعة وبعد كده المريض يقدر يروح على طول. يبقى الأسطرة حاجة مهمة جدا في عالم التشخيص والعلاج. تقرير رهاني عفيفي يتبعه سؤال مهم جدا اكيد ربما يدور حول من الذي لا ينبغي عمل أسطرة له. تعالوا نسمع حاجة. حتى مع التطور الطبي والتقني اللي بيحصل كل يوم وبيسهل كل الإجراءات الطبية والجراحية لسه مخيف جدا لمعظم الناس إنهم يتعرضوا لمشاكل في القلب.
علشان كده تصدي البرامج العلمية الطبية من أهل الثقة والتخصص لأمراض القلب والعمل على توعية وتثقيف المجتمع العربي مرضى وأصحاء ضرورة قصوى لدخول السكينة والاطمئنان. قلوب كتيرة محتاجة للنور والمعرفة قد حاجتها للعلاج. قسطرة القلب واحدة من الإجراءات الطبية وواحدة من أشهر عمليات القلب في العالم اللي بتتم أحياناً لأغراض تشخيصية زي تصوير الأوعية الدموية أو فحص تدفق الدم وضغطه في حجرات القلب أو فحص مستويات الأكسجين في حجرات القلب أو التأكد من قدرة القلب على ضخ الدم بشكل سليم أو الكشف عن التشوهات الخلقية. وممكن تتم في المقام الأول للتأكد من سلامة القلب وعضلة القلب والشرايين التاجية والصمامات. ممكن القسطرة تكون لإعداد الشرايين أو علاج فتحات القلب والتشوهات الخلقية أو علاج عدم انتظام ضربات القلب أو إصلاح وتبديل صمامات القلب. مع التنوع الكبير في أسباب إجراء قسطرة القلب بين تشخيصية وعلاجية، إيه هي الحالات اللي بيمتنع عليها إجراء قسطرة القلب؟ يأتيك مريض يحتاج إلى قسطرة قلب وتقول له لأ ما ينفعش تملك قسطرة، تمام؟ بيشتكي من ألم في صدره ليس له علاقة بالقلب. بمعنى بيقول أنا بشتكي من ألم بيجي لي في صدري، وهو مثلا إنسان رياضي بيروح يلعب كورة يقول لي أنا بلعب كورة ساعتين يوم بعد يوم. طب والألم بيجي؟ يقول لي الألم بيجي لما أقعد في وقت راحة. أقول له طيب ممكن نعمل الفحوصات دي، يطلع كل حاجة كويسة جدا، معدل الكوليسترول كويس، ما عندوش أي تاريخ مرضي، صغير في السن، مش مدخن، رياضي زي ما قلت لحضرتك. ده بنقول ألم، بنقول برد عليه، يعني بقول له ده التهاب في الغشاء مثلا المحوط القلب أو حاجة، وده المفروض أنك ما تعملش قسطرة. في ناس تانية، ناس متقدمين جدا في العمر وهو الحقيقة حركته محدودة، بمعنى تسأل ولاده هو قاعد في السرير طول الوقت يا دوب احنا بنسنده عشان يروح الحمام، ده ساعتها بوصف له علاج دوائي بالرغم ان انا ببقى متاكد ان هو عنده كسور في شريان التاجيه، لكن ساعتها اقول لهم لا احنا نمشي بالعلاج احسن عشان خاطر المخاطر اللي ممكن يتعرض ليها هتبقى اكتر من الافاده اللي انا هفيدها له باجراء الاسطر. احنا بنتحدث عن الثمانينات مثلا او الثمانينات بالظبط، يعني الثمانينات او يكونش رياضي يعني، وممكن يكون اقل من 80 وحالته الصحيه عنده مشاكل في الكلى، عنده مشاكل في الكبد، عنده مشاكل تانية اكبر بكتير من مشكله القلب. تمام، فساعتها اوجهه يجي لي، جالي مريض عنده فشل في في في, في الكبد واستسقاء في البطن والدكتور موجهه ان هو يعمل قسطره، الحقيقه قلت له لا احنا محتاجين نمشي على علاج دوائي ونعالج الكبد الاول، واذا الامور تحسنت بالنسبه للكبد ساعتها نبقى نعمل القسطره للقلب يعني. ماذا بعد القسطره؟ عملنا القسطره سواء تشخيصيه او علاجيه، ايه الاجراءات اللي هتتم بعد كده؟ المريض بيتقسم بعد القسطره لثلاث انواع. مريض الحمد لله شرايينه كويسه وده خلاص ما فيش مشكله، بطمنه بقول له روح مارس حياتك ما فيش مشكله خالص. المريض التاني انه يكون عنده ضيق في احد الشرايين او في اكتر من شريان، الحقيقه ده بقول له احنا محتاجين نعمل دعامات. الدعامه اجراء سهل جدا، بتركب الدعامه في الشريان وتخلي معدل سريان الدم داخل الشريان يرجع بنسبه 100% تاني. او مريض عنده ضيق في اكتر من مكان وعنده ضيق في شريان الجذعي، والمريض ده ساعتها انا بشوف مع مناظره كمان جراح قلب ان المريض ده الافضل ليه انه يعمل جراحه، ساعتها بنحوله لاجراء جراحه قلب مفتوح. الحقيقه في الفتره الاخيره احنا بقينا نعمل حاجات صعبه جدا لانه الشريان الجذعي ان احنا نقدر نعمل له دعامه، الشرايين اللي هي مزمنة الانغلاق ممكن نفتحها سواء بالطريقة العادية خالص أو بطريقة العكسية، إن أنا أبتدي أستخدم شريان مساعد ليا أخش هذا الشريان وأروح بطريقة عكسية عشان خاطر أفتح له هذا الشريان. تمام، فساعتها ممكن نعمله برضو دعامات. ده بعد الأسطر. إيه اللي أنت شايفه ناقص المجتمع المصري والعربي في التعامل مع مشاكل القلب اللي تتمنى أن يكون موجود في الثقافة المصرية؟ دايما بقول لكل المرضى عندي في العيادة أقول لهم دايما مش لازم لما تحصل مشكلة نبتدي نتصرف، لازم يبقى فيه وقاية. كل إنسان وصل 40 سنة راجل أو ست لازم يبقى عندهم حاجة دورية للكشف عن صحة القلب،
ان انا اعمل تحليل كوليسترول في الدم اشوف انا الكوليسترول بتاعي عالي ولا لا. لو انا عندي تاريخ مرضي لازم اتصرف قبل تاريخ مرضي في العيله. عندي بابايا وعمي وامي عندهم مشاكل في القلب ابتدي استشير الدكتور اعمل شويه بعض الفحوصات عشان اطمن على صحه القلب ان هو كويسه. لازم اغير عاداتي الصحيه. احنا دلوقتي كل تحركاتنا بالعربيات وكلام ادي نفسي وقت من الرياضه اسبوعيا على الاقل كل يوم نص ساعه يوم بعد يوم ساعه. لازم اخد من الوقت دوت اروح جيم اروح اي حاجه. الحاجه الثانيه لازم ابعد عن الجانك فود. بلاش اكل مقليات وحاجات كتيره جدا ده كله بيعلي الكوليسترول في الدم. الحاجات دي لو كلها بعد التدخين طبعا ده يعني اول حاجه اول حاجه طبعا ان احنا اي انسان مدخن دلوقتي لازم يعرفوه. الحقيقه السؤال الشائع والاكثر شيوعا دلوقتي في التدخين يجي يقول لي انا هاخد الالكترون السيجاريت السيجاره الالكترونيه. حل اتنين مضرين جدا الاثنين مضرين جدا. لكن السيجاره الالكترونيه لو هي عامل مساعد مؤقت لمده شهر هيخليك تبعد عن السجاير خالص مفيش مشكله. لكن الحقيقه الاثنين اثبتوا ضررهم. لسه نازل تحذير من 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 امريكا بخصوص السيجاره الالكترونيه. فكل التدخين بكل صوره شيشه سجاير سيجاره الكترونيه كله مضر. فعشان كده الحاجات دي لو اتبعنا بيها ان شاء الله ممكن نبعد عن امراض القلب خالص. ينبغي ان نفهم انه امراض القلب خطيره جدا. امراض القلب هي مصر فيها الرقم 23 على العالم في الاصابه بامراض القلب. امراض القلب الشرايين التاجيه احنا رقم 23 على العالم. احنا عندنا 46% من اجمالي الوفيات في مصر بسبب امراض القلب والاوعيه الدمويه. يعني نص الناس بيموتوا بسبب امراض القلب والنص الباقي بقى هيموت بسبب الكانسر والكبد والكلى والحاجات التانية دي كلها. ودلوقتي كمان دكتور ايمن معدل العمر بتاع الازمات القلبيه اختلف في مصر. الخريطه اتغيرت تماما. انا اول ما اتخرجت كنت عيانين اشوفهم 50 و60 سنه. النهارده لا انا عامل القسطره العيان عنده 20 سنه 21 سنه ولاقي عنده انسداد كلي في شريان وعنده جلطه وعنده ذبحه صدريه غير مستقر. ده كله بسبب اللي انا قلت لحضرتك عليه. تدخين بقى اكتر. ضغوط الحياه بقت اكتر. اكل من في الشارع بقى اكتر. كل الكلام ده لابد ان احنا نقلله عشان نرجع للخريطه العالميه تانية. الناس في العالم كله بيشتغلوا انه يقللوا امراض القلب واحنا لازم نعمل زيهم. انت نورتني واسعدتني وبالعاده حوارك ممتع وانا مش عايزه ينتهي. حوار ممتع شديد العلميه شديد تشويق وكمان مختلف. يعني احنا النهارده ركزنا على القسطره بحكم ان انتوا عارفين الاعراض يعني عارفين الالم وقلنا والله ما سبناش حاجه يعني احنا ما سبناش اي حاجه الا ما غطينا لكن قربنا جدا من الحاجه التي تشخص بشكل مباشر والتي تعالج. يعني بيكمن هذا الحوار في ان احنا بنحاول احنا نعيد للناس فكره الثقافه حول الانفيزيف تكنيك. يعني برضو في مصر يقول لك لا اديني دواء ما تدينيش اللي يقول كده ده يعني قدامه كتير جدا عمال ما يصعب ان الموضوع ده اتيز ابيس اوف كيك زي ما بيقولوا بسيط جدا عند المتخصصين. ضيفي العزيز القمه العلميه الكبيره والاسم الكبير استاذ الدكتور ياسر صادق طبعا استشاري ودكتور امراض القلب والاوعيه الدمويه من كليه الطب جامعه عين شمس ومدرس امراض القلب بكليه الطب عضو كليه القلب الامريكيه والاوروبيه خبير علاج صمامات القلب بالقسطره الاسم الكبير في هذا المجال. اسعدنا جدا بهذا الحوار الممتع للغايه. نورتنا يا دكتور. شكرا. خليك دايما مع دكتور.